مشاهدي الشعراء، انا شفت مرحبا بكم في هذا البث المباشر بضبط مدينه الدار البيضاء. كنتواجدوا في سوق درب عمارة، انا غني على التعريف، يعني كيف ما كتلاحظوا معنا سوق درب عمارة الغارق في الازبال. هذه الليله في هذه الليله هذه امامنا غادي تشوفوا معنا كميه ديال الازبال اللي كتواجد والمخلفات اللي كيخليو من وراهم اصحاب الباعه هنايا في السوق ديال درب عمار مدينه الدار البيضاء. هما كيف كتشاهدوا ازبال بكثره في السويقه ديال درب عمار مدينه الدار البيضاء. يعني الناس كيدوزوا بسيارات من هنايا، يعني الازبال بكثافه، الازبال بكميه كبيره. يعني شوفوا معنا الكميه ديال الازبال المركونه في جانب ديال الشانطي. الله يدير الخير. شوف شحال قد الناس هاد الشركه، شحال قد هما يبقاو يجمعوا، راه كمية ديال الأزبال كبيرة وكبيرة بزاف. يعني درب عمار غارق في الأزبال. الصورة أمامنا كيف كتشوفوا، علاش اللي من إنسان ما يغيرش راسو نفسه بنفسه، البلاصة اللي باع وشرا فيها يجمع بلاصتو ويتحرك، يجمع بلاصتو ويجمع الأزبال ويرميهم في مكان مخصص للأزبال. يعني علاش كتركنوهم في جانب التروطوار أو في جانب الشانطي؟ يعني شوفوا معنا الكمية ديال الأزبال اللي كاينة هنا، أزبال كثيرة. شوف التعرف المحطوط وسط الشانطي، الزبل، مخلفات ديال شي معمل هنايا ديال الثوب. غادي نوريكم بلاصه بلاصه. معايا هنايا وسط الشانطي، يعني هادشي كثر. الأزبال بكثافة، أزبال بكثافة هنا في السويقة اللي درب عمار مدينة الدار البيضاء. أزبال في كل مكان، جنبات الشانطي. هانتوما شوفوا معنا هما في أزقة أخرين. قدام المنازل ديال الناس، قدام المنازل ديال الناس، شوفوا الزبل في المرمى. ها هي بلاصه اخرى. الانسان يبيع ويشري ولكن ينظف بلاصتو، هذا هو اللي كنطالبو حنايا. انا غنوريكم زنقه اخرى، هذه اللي امامنا حتى هي فيها اكوام من الازبال والبلاصه غارقه في الزبل. انتوما كتشوفوا يعني كل شيء غارق في السفل. يعني هذه بلاصه اخرى،
زنقة أخرى، هي زنقة أخرى. شوفوا معنا ها هو في شارع رئيسي، زنقة حمال في طواقي. وكمية كبيرة من الأسباب. المشاهدين الكرام، غادي نودعكم لما نلتقاكم في بث مباشر إن شاء الله. إلى اللقاء.